أثناء إقامته بالعاصمة الغينية كوناكري، التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالطلاب التشاديين المقيمين هناك، حيث قدم فخامته شكره الخالص لحفاوة استقبالهم له أثناء وصوله إلى كوناكري، وأطلعهم بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. تفاصيل الزميل عبد الصادق علي أحمد. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. انطلاقا من ذلك، يعمل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قصارى جهوده من أجل توفير تعليم نوعي للتشاديين أينما كانوا، حتى يساهمون في بناء الوطن وتحقيق الازدهار له. لذلك ففي خلال زيارته للعاصمة الغينية كوناكري، استقبل الطلاب التشاديين بغينيا كوناكري ووجه إليهم إرشادات باعتباره رئيسا للجمهورية، وصية أب إلى أبنائه، حاثا إياهم إلى الاجتهاد في دروسهم، مدركا بأن الدراسة في الغربة ليست أمرا سهلا، داعيا إياهم إلى الاجتهاد قدر الإمكان من أجل تحقيق النجاح، لأن نجاحهم هو نجاح بلادهم، داعيا إياهم إلى التفاهم وتعزيز الوحدة والتلاحم الوطني ومواصلة دروسهم إلى أبعد ما يمكن، لأن هذا العصر يحتاج إلى التعمق أكثر في الدراسات. مضيف الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأنه ناقش مع نظيره الغيني البروفيسور ألفا كوندي سبل تعزيز الصعوبات التي يواجهها الطلاب التشاديين بغينيا كوناكري، وأن وزارة التعليم العالي في تشاد ستقوم بمتابعتهم عن قرب لحصر الصعوبات التي يواجهونها وتقديم الحلول اللازمة لها. ومن جهتهم الطلاب التشاديين بغينيا كوناكري فقد أكدوا عن شكرهم لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هذا ويصل عدد الطلاب التشاديين بغينيا كوناكري حوالي 500 طالب وطالبة، غالبيتهم يدرسون بكليات الطب. قامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ناشد الطلاب بمواصلة الدراسة واحترام قوانين البلد المضيفة، مؤكدا بأن جيل الغد كما قدم لهم بعض الإرشادات. نتابع كلمة رئيس الجمهورية أمام الطلاب بترجمة الزميل عبد الصادق علي أحمد. Si tú le debes de constatar que vous êtes bien intégré, ici, le président Condé. حيثما ذهبت في مختلف البلدان الإفريقية، كان همي الوحيد هو أن أطلع على ظروف عيش التشاديين بالخارج، وأنا فرح بأن أراكم مندمجين اندماجا جيدا هنا، وأن الرئيس كوندي لا يعرف بأنكم تعيشون هنا وأنكم هنا، وهذا ما يعني بأنكم مندمجين اندماجا جيدا وأنكم أحسن سفراء لبلادكم. طبعا هذا شيء جيد يا أبنائي، وشكرا أيضا على استقبالكم. أنتم تعرفون بلادكم، فهي بلاد كغيرها من دول القارة التي شهدت صعودا وهبوطا، واليوم الشكر لله إن بلادكم بلادا مستقرة بسلام في وحدة بفضل جهود قمنا بها نحن. وإذا كانت تشاد بلادكم اليوم بعد أن حلت مشاكلها وعززت من وحدتها، بدأت تغيث بقية الدول الإفريقية، وهذا فخر لكم بصفتكم تشاديين أينما كنتم. والوصية الوحيدة
التي أقدمها لكم يا أبنائي، وأن الدراسة في الغربة ليست سهلة. أنتم بعيدين عن بلادكم وأسركم، يجب أن تكونوا شجعانا بعدما جئتم إلى هنا. يجب أن تنجحوا مهما كلف الثمن، تنجحوا لأنفسكم ولبلادكم ولأسرتكم. واصلوا، فالدولة بدأت من لا شيء، واليوم معروفة في الساحة الدولية كفاعلة أساسية ومهمة. هذا ما فعله رجال ونساء، وأنتم أيضا في يوم من الأيام ستأخذون على عواتقكم إدارة هذا البلد، لئلا يكون جيلكم جيل ضائع، جيل يعيش في الحروب والتفرقة. عززوا الوحدة فيما بينكم حيثما كنتم، مسلمين أو مسيحيين أو وثنيين. قبل كل شيء أنتم تشاديين، هذا ما يوحدكم. أمكم وأبيكم هي تشاد. إذن ازرعوا السلام بينكم والوحدة بينكم، بعيدا عن التفرقة الدينية والإقليمية. كونوا تشاديين. وهنالك تطلع في جنوب مصر فيزو سويزان جاني.